أهلا وسهلا ومساء الخير. رح نعمل مع بعض تشيكن سويت اند ساور بطريقة سهلة ومرة لذيذة. عندي هنا صدور دجاج، صحن صدور دجاج فيليه مقطع لمكعبات، صوص المالحة، فصين ثوم مهروس، شط فلفل أسود، ملعقتين نشا. نضي المكونات سوا. خلفت قطع الدجاج بالتتبيلة، دحين راح أضيف دقيق قلبها كده في الدقيق عشان تتغلف بالدقيق. شوفوا تصير كل القطع مغلفة بدي الطريقة. حطيتها في صينية القلاية الهوائية وراح أدخلها القلاية الهوائية على درجة حرارة 200 ل 190 18-21 دقيقة على حسب. صلصة السويت أند ساور، عندي هنا نص كوب عصير أناناس، خل أرز، وإذا ما عندك ممكن خل أبيض، ملعقتين صويا معتدلة، ملعقتين سكر بني، عندي كاتشب 3 ملاعق. كل المكونات سوا في طاوة على النار. راح أحط شوية زيت سمسم، ممكن تخلطي نوعين من الزيت، الثوم والزنجبيل الرومي الملون، شوية بصل أخضر، رشة ملح. هنا عندي الدجاج بعد ما قليته قلي هوائي، راح أضيف الصوص السويت أند ساور وأتركه 5 دقائق على نار هادية تتجانس النكهات. زينيها بالسمسم وبالعافية.